بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الأخير في سلسلة تعلم تصميم مواقع الإنترنت باستخدام برنامج مايكروسوفت ويب إكسبريشن. وهذا الدرس سنخصصه لطريقة عمل المشاريع بعد أن انتهينا من دراسة طريقة تصميم الموقع. والواقع أن المشروعات التي تطلب من الطالب في نهاية الفصل الدراسي تمثل تطبيقا لما اكتسبه من معارف ومهارات حاسوبية خلال الفصل الدراسي الحالي لتحقيق منتج حاسوبي تستفيد منه أنت وزملائك الطلاب. المشروع هو من المواد السهلة جدا، وسنتعلم هنا أولا كيف يكون هو مجال المشروع. مجال المشروع هو إنشاء موقع ويب جديد، موقع ويب جديد وإنشاء صفحات الويب اللازمة لذلك الموقع مع تصميم واجهة للموقع باستخدام الإطارات أو القوالب الديناميكية التي سبق دراستها. وسنترك لك تحديد أي مجال للمشروع منها التربية الإسلامية أو اللغة العربية أو الحاسوب أو الرياضيات أو غيره كمحتوى لصفحات الويب. كيف تكون مواصفات المشروع الناجح؟ يجب أن يتضمن المشروع من 3 إلى 5 صفحات على الأقل تحتوي على العناصر التالية. لكي تختبر مشروعك يجب أن يحتوي على صفحة إطارات أو قالب ويب ديناميكي، ويجب أن يحتوي على صورة كخلفية لصفحة ويب وصوت كخلفية لصفحة الويب ونصوص موجودة بالصفحات، ويحتوي على جدول منسق وله صورة في الخلفية، كما يحتوي الموقع على صور وأفلام وملفات فلاشية، ويحتوي على أزرار تبادلية ومربوطة بالصفحات، كما يحتوي على ارتباطات تشعبية وإشارات مرجعي. كيف نبدأ في إعداد المشروع؟ يقسم في الواقع فترة إعداد مشروع إلى 7 مراحل نذكرها على الشكل السريع. المرحلة الأولى هي التخطيط لبناء هذا الموقع بالتنسيق بين المعلم والطلاب، فيكتب مجال الموقع وتحديد موضوع في كل صفحة ويحدد مصدر بيانات لكل صفحة. المرحلة الثانية وهي مرحلة إنشاء الموقع، فينشئ كل طالب الموقع الويب بالطريقة التي سبق دراستها من قائمة سايت نيو سايت، فينشئ موقع جديد باسم يناسب مجال الموقع الذي تم الاتفاق عليه مع المعلم. في المرحلة الثالثة يتم استيراد ملفات الوسائط المتعددة، حيث يجمع الطلاب ملفات من صور وأصوات وأفلام وملفات فلاش ونصوص، ويقوم باستيرادها إلى المجلد إيمجز في الموقع. في المرحلة الرابعة بعد استيراد الملفات يتم إنشاء صفحات الويب، فتصميم الصفحة الرئيسية دائما نستخدم به قالب ويب ديناميكي وننسقه حسب موضوع الموقع ونطبقه على كافة صفحات الموقع أو حتى باستخدام صفحة إطار، ثم ينشئ الطالب صفحات الويب التي تم الاتفاق عليها. في المرحلة الخامسة يتم تحديد خصائص بعض الصفحات، فيحدد الطالب خصائص الصفحة التي لها صورة في الخلفية أو الصفحة التي لها صوت في الخلفية وهكذا. في المرحلة السادسة يتم إضافة محتويات الصفحات من النصوص والجداول والصور والأفلام وملفات الفلاش والأزرار التبادلية، وهذه الأشياء تم استيرادها في المرحلة الثالثة إلى المجلد لكنها لم توضع على الصفحات بعد. في المرحلة السابعة وهي مرحلة هامة يتم عمل الارتباطات التشعبية لكي نربط صفحات الموقع بعضها ببعض ونضيف بعض الإشارات المرجعية. بعد ذلك يتم اختبار هذا المشروع بتصميم بنشر الموقع على الكمبيوتر الداخلي وتجربته على صفحات البراوزر أو مستعرض الانترنت اكسبلورر لرؤية الارتباطات الموجودة وكيفية عملها بالشكل المطلوب. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة المقرر للفصل الدراسي الأول، وسنقوم في الفصل الدراسي الثاني بدراسة أشياء متقدمة في تصميم الموقع في نفس البرنامج.